دايره وصحتك بالدنيا. كيف تعيش وتاكل خيره؟ خليه يامن ويصدق. الجديد بونسوار واهلا وسهلا فيكم ببرنامج شوف حالك فينا. معنا الفنان المغترب الاستاذ باسم ديب. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وعلى استضافتنا بهالبرنامج الحلو. ونشكر الوجوه الحلو الموجوده معكم بهالسهره كمان. ميرسي. واكيد كمان معي الساحر كاسبر الاشهر من نار على عالم، كل العالم تعرفه اكيد. سمع فيه للساحر كاسبر؟ والله هيدي اول مره بس متعرف عليه هلا. طيب اكيد بتعرف استاذ باسم، نحن اليوم بمربع التامبيستا اللي عم يستقبل كل يوم اكبر نجوم الطرب، وانت واحد من بيناتهم. من بعد غيبه خبرني شوي شو كنت عم تعمل بالغربه؟ قلي 9 سنين برا مسافر بكندا وبعد هالغياب الطويل سجلت، انا كنت مسجل اغاني قديمه من 87 89 سافرت، وهلا عم برجع على لبنان شوي شوي مشان اعمل اسمنا وعم يعني بنبين ببعض الاماكن الفنيه مثل اليوم تمبيستا وبعض المطاعم، مثلا عملنا كم حفله ببعض المطاعم ومبين اسمنا شوي شوي يعني هيدا عملنا. قلت لي مش سامع بالساحر كاسبر، هيدي اول مره بشوف هالوجه الحلو. خلي لي وجهك يا رب. بما انه استاذ باسم انت عايش برا، استاذ كاسبر كمان واصل من برا، يعني هو مش مخلى مشهور يمكن خارج لبنان اكثر من لبنان، امريكا وكندا واوروبا كلها. ما بعرف كيف مش سامع عنه. هيدي اول مره لانه يمكن انا بالسحر. خليني اساله اول شيء. بتامن بالتبصير وبالمندل وبالسحر؟ عندك هالايمان؟ ايه طبعا. بس نجمك قوي منه يعني مش بالهين ضحك، وحال حاول محاوله معك. في كتير بعد مبصرين بيبقوا مزيفين وبيحكوا اكيد عن حالهم وكذا، بس بالنهايه مزيفين بيكونوا خدعه بيعملوا. انا لا، انا من طفولتي اجاني الوحي. و هالشيء كنت بدي اسالك اياه استاذ كاسبر، تخيلي انه اذا بدي هلا بفتح الشباك انا قاعد هون. انا بحب اشوف المشاهد كمان. عندك قوه تركيز يعني؟ هيدي بس دراسه بياخذوها، ما بياخذوها شايف هول قاعدين ورانا. بدك خليهم يعلقوا ببعضهم؟ يا لا حرام يعلقوا ببعضهم هلا، بس يمكن بدك خلي سهرتهم منيح. بدك يعلقوا ببعضهم؟ هات لنشوف صراحه، لان انا ما عندي ايمان بهالشيء. والله بدي اقرب لها بسرعه بسرعه لحالها بتمسك يا ابو لقاه بشيشي بس بس يخذ لك كبشه، يخذ لك كبشه وخلص. هي يلا شو بدك تعمل؟ شو بدك معليه يا شباب، طول بالك شباب، معليه معليه خيي، طول بالك معليه، معليه طول بالك يا شباب، مصعب معليه خيي حبيب قلبي، اثنين ايام بالزعل ما خلص، معليه 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 طول بالكم خلص خلص هيك ببوسوا بعضهم. اه لانه بصوا ما جينا الساعه يا حبيب قلبي، بس يا شيخ غريب. صافي يا غريب، هلا صافي يا غريب. حلو؟ لا شيء كثير حلو يعني صراحه. انا استاذ كاسبر ما عندي ايمان ابدا بهول التبصير هيك. أنا بس عارفينك هون بهالبلد ولا انت؟ انا جاي جديد. قد ايه لك برا؟ مع انه كنت لازم صار لي 11 سنة برا وجيت جديد لهون. لا خلينا اعمل شغلة مع استاذ ديب. يلا يا ريت بتفرجينا. بس مش نتخانق نحن وياه. لا ما راح، بس بدي اخليه يقول اغنية مش حافظها. بدي اخليه يغني بالياباني. بتآمن ولا ما بتآمن؟ غني بالياباني. بتعرف شيء؟ بتعرف شيء تغني بالياباني؟ بالياباني. يلا هات لنشوف. ما يعملها دخيلك وعمل. حط ايدك هون يا خيي. انا هول الشغلات بعد حط ايدك هون يا خيي. حط ايدك. يمين ولا شمال؟ لا اليمين. يمين. شو بقول انا بتقول انت؟ ايه. هوانا ما فضانا. هوانا ما فضانا. الله مريم صلانا. الله مريم صلانا. صليت هلوانا. صليت هلوانا؟ هلوانا شجيجام. هلوانا شجيجام؟ شجيجان وما لو قام. شجيجان وما لو قام. شي شي وشا وشي.
شي شي وشا وشي خو دربك لك أبشي خو دربك لك أبشي خو دا ما خيطو خو دا خو ما خطيو خو دربك أبشي تو خو دربك أمشي تو أو خالو مساي الله أو خالو مساي الله هلا شو بعمل لك أعمل لي بسوك الصحن بإيدك الشمال إذا بتريد بهيدي أيوة شو بعمل أنا شو بعمل لك بتعمل لي أول أنا غني بخيابات هلأ بتشوف دراني يا حبيب قلبي الله يخليك شو ميكاب هيدا ولا شو هذا البرنامج ما اسمه شوف حالك معنا اسمه تعيش تاكل غيره الله يخرب يا ريتك تطلع على المرايه وتشوف حالك معنا طلع استاذ باسم الله يخرب اوعى تخليني لبسه ابيض حكلك ضحكه صغيره وخدها بولداني تعيش وتاكل غيره وصحتك بالدنيا اطرب الي مسعد ولما بلشنا بالتصوير لو بتعرفوا بمين طلع الضرب